شيخنا أحسن الله إليك، شاب خرج من بلدته مسافر وحان وقت الصلاة، فهل يقصر تلك الصلاة أم لا؟ ثم أقام في البر لمدة 3 أيام أو 5 أيام، فهل يقصر الصلاة ويجمعها؟ هل يسن له ذلك؟ أما المسألة الأولى فإنه يصلي ركعتين، لأن العبرة بفعل الصلاة لا بوقتها. ولهذا لو قدم الإنسان إلى بلده بعد دخول الوقت صلى 4، ولا يقول إنه دخل عليه الوقت وأنا مسافر فأصلي ركعتين. يعني العبرة بفعل الصلاة، كما أنه لو أذن وهو في بلده ثم سافر بعد الأذان فإنه يصلي ركعتين اعتبارا بفعل الصلاة. وأما وقت إقامته 2 أو 3 فالقصر سنة، يعني يسن أن يقصر الرباعية إلى ركعتين. وأما الجمع فالأفضل أن لا يجمع، لأنه ليس بحاجة للجمع، والجمع إنما يشرع عند الحاجة إليه. أما إذا لم يحتج إليه فإن الأفضل أن لا يجمع.